معانا قصه حب من محافظه الاسكندريه، عمرها تقريبا حوالي نص قرن، يعني 50 سنة كامله، ما بين عم فتحي شاهين وما بين زوجته اميمه، اللي اتحدوا الظروف مع بعض من اول ما اتعرفوا مع بعض على بعض وقرروا يتقاسموا الحياه على الحلوه والمره سوا. احنا معانا دلوقتي على التليفون الحاج فتحي هنداوي شاهين ومراته الحاجه اميمه. صباح الفل عليكم. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا. حاج فتحي، يوم سعيد ويوم كله حب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. حاج فتحي، يعني بصراحه كده بيني وبينك، لسه بتجيب هديه؟ اه طبعا، النهارده هجيب لها هديه طبعا. يا ربنا يخليكم لبعض. طبعا، هو انا عشان احنا كبرنا بس بنحب بعض، والحب بيكبر، كل الناس ما بتكبر الحب بيكبر. اتعرفتوا ازاي على بعض يا عم فتحي؟ والله اتعرفنا على بعض انا في منطقه شعبيه. وكنت فاتح اللي هو زي زمان وانا صغير يعني. وانا عندي 20 سنه وكده، وكنت شغال في شركه سباهي للغاز والنسيج، واطلع بعد الدور الساعه 2 كنت فاتح كشك سجاير. وكانت الحاجه شغاله كوافير جنب مني. اتعرفنا على بعض من... نعم شفتها هناك. اه طبعا شفتها في الكوافير، وكانت رايحه جايه قدامي طبعا بتشتري حاجات، لان احنا منطقتنا سوق، الحته اللي انا قاعد فيها سوق، يعني سوق خضار. منطقتي يا حاج فتحي شارع احمد ابو سليمان، اسكندريه شارع احمد ابو سليمان، منطقه الرمل، مش محطه الرمل، لا منطقه الرمل. منطقه الرمل غير محطه الرمل. تمام. انتوا قعدتوا يعني المعلومات ان انتوا بقالكوا 50 سنه مع بعض، يعني نص قرن بشكل كبير. انا اعرفها من بالظبط بالظبط 6/75. اه 6/75، شهر 6 يعني سنه 75. شهر 6 سنه 75. الله عليك يا عم فتحي، فاكر التاريخ واليوم وكل حاجه ما شاء الله. عمري ما انساه، والساعه يا الله. طب وعلى هي مقلب عمري ما انساه برضه. اكيد اكيد الحياه ما بتخلوش من المشاكل وما بتخلوش من الصعوبات. خلال الخمسين سنه دول لما بتحصل مشكله بتعملوا ايه مع بعض؟ اقول لحضرتك حاجه بكل امان، يعني بكل صراحه، اتفضل. مفيش بيت بيخلى من المشاكل لاي اسباب كانت، بس المشكلة ما بتكبرش معانا أو ما بتطولش معانا أكتر من نص ساعة، ساعة ونبص لبعض ونضحك والمشكلة تروح، ومشاكل تافهة يعني، مشاكل من المشاكل العادية دي، حاجات صغيرة كده. وكنت أنا غيور عليها جدا، وما بحبهاش تنزل السوق، وما بحبهاش تنزل الشارع، وعملت لها سمة مفرطة بسبب بعدتها في البيت، بس الحمد لله عملت كده عمليه تحويل مسار يعني. بس بقى ما تقولش الكلام ده يا راجل. بيقولوا ان انت ساعات كمان بتساعدها في البيت صح؟ اه ما زال لغايه امبارح اللي هو صبحيته النهارده. ممكن اغسل المواعين. ممكن اجيب لها طبعا انا اللي بنزل السوق، وساعات حد من ازواج ولادي الصبيان. وعندنا قناة يوميات حب 45 سنة فتحي أميمة، قناة على اليوتيوب، وعلى بعض بنطبخ، وأنا اللي بساعدها، وأنا اللي بناولها، وأنا اللي هي ما تقدرش تقف على البوتاجاز تحضر لي الحاجة، وأنا أروح أسويها على البوتاجاز وأجيبها لها كده يعني. وممكن أنا أغسل لها المواعين، تخش المطبخ تلاقي المواعين زي الفل والرخامة بتلمع، التغمر ده تلاقي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيساعد أزواجه عليه الصلاة والسلام. أكيد عليه الصلاة والسلام. يعني طب والقناة دي بتعملوا فيها إيه؟ كلمني عنها، يعني أبرز الفيديوهات اللي جابت مشاهدات واللي اتكلمتوا فيها عن القصة الجميلة اللي ما بينكم. القناة دي قناة طبخ. تمام. لأن الحاجة مبدعة في الطبخ. كويس. الحاجة يعني ما شاء الله عليها في الطبخ يعني. وفي صورة ليك يا عم فتحي وانت بتساعدها في الكحك. بساعدها في الكحك، بساعدها في الكحك، في البسكوت، بساعدها في كل حاجة يعني. قصة الكحك دي كنا بنعمل الكحك، كنا يوم 27 شعبان رمضان، وولادي طبعا البنات وكده واحفادي، انا عندي 19 حفيد. طب انا ينفع اكلم حاجة أميمة؟ طبعا تحت امرك.
صباح الخير عليك. اي معاك مع حضرتك. صباح الفل يا حاجه اميمه. صباح الحب وصباح الورد. يعني ما شاء الله ما شاء الله 50 سنه يعني حب وسعاده ويا رب 50 زيهم. احكي لنا السر في ايه؟ يعني الست هنا تقدر تعمل ايه عشان تخلي جوزها يحبها كده ما يزهقش؟ اقول لحضرتك على حاجه، اولا تقول لاف بعض، دي حاجة. الحاجة التانية الواحدة ما تبصش لعيشة غيرها، بس ترضى يعني ايه تقول الحمد لله على السراء والضراء. طول ما انا ما ببصش لحاجة حد، يعني مثلا ايه ابص للي اقل مني، الاقي نفسي انا في نعيم والاقي نفسي كويس. يعني مثلا ايه ابص لواحدة لابسة مبهدل اقول الحمد لله ده انا لابسة كويس جدا. ابص لواحدة يا عيني عيشتها على قدها اقول الحمد لله ده احنا لسه الحاجة جايب لنا كذا. ما بصش لحد اعلى مني، لو بصيتي للي اعلى منك مش هتعرفي تعيشي. والله العظيم يا حاجه اميمه انت قلتي اهم جمله النهارده، الرضا ثم الرضا ثم الرضا. رب ايوه هو الرضا والله راحه، راحه جدا. ايوه الرضا عباده، اصلك نوع من انواع العباده الرضا ده والله. انتوا عندكم 19 حفيد؟ عندنا 19 حفيد، وفي حفيدي في حفيدي الكبير مهندس خطوبته يوم الجمعه الجايه دي. الله ربنا يخليه لكم يا رب. ربنا يخليك وربنا يكرمكم. طب يا رب. وعلى كده احنا بنشوف يعني انتشار لقصص الانفصال والطلاق على السوشيال ميديا علشان قصة المقارنة، وحضرتك بتقولي كلمة السر في امتداد علاقتنا لمدى 50 سنة هي الرضا. يعني هنا ناس ما بترضاش وهنا ناس بترضى، تقولي ايه للجيل ده او تقولي ايه لأي واحدة او اي واحد داخل يتجوز اليومين دول؟ اقول لهم بصوا للي اقل منكم وتحطوا نفسكم مرتاحين، ما تبصوش للي اعلى منكم خالص، وتقول لها في بعض والاخلاص الاخلاص. وبعدين الراجل الحنين رزق، الراجل الطيب رزق، الراجل المخلص رزق، والله الحمد لله ده رزق والله. طيب والحنين رزق انت حبيبي استنى بس. والله العظيم والله يا جماعه وحياه ربنا والله العظيم، عارفين لو تشوفوا فيديوهاتنا والله العظيم احنا ما بنمثل ولا بنقول حاجه لاي حد كده اي كلام، اقسم بالله انا الحاجه عندي اغلى من روحي، اقسم بالله لو حد جه قدامنا كده وقارن قال لي تموت انت ولا هو يموت اقول له لا انا ما اقدرش اشوف في يوم يزعلني، ما اقدرش. احنا لو اي حاجه يعني لو في حاجه مزعلاني احنا الاثنين مع بعض. استنى يا قلبي، لو في حاجه مزعلاني ما اقولهاش قدامه، هو نفس الحكايه اقسم بالله. هو عشان يعمل لي العمليه دي عشان كنت كل يوم الثانيه غيبوبه من السكر وكنت دايما تعبانه من السنه، مش حاجه مضايقاني ولا حاجه، بفضل الله بفضل الله عندي 6 اولاد، 6 متجوزين، 3 صبيان وثلاث بنات. الحمد لله من معاملتي انا ووالدهم مع بعض، هما بيتعاملوا كده مع رجالتهم، والتانيين برضه نفس الحكايه. الحمد لله. يعني احنا النهارده بنتكلم ليه عن قصتكم يا حاجه اميمه؟ عشان يمكن بنشوف قصص كتيره دلوقتي، شباب صغير مع اول مشكله بتحصل بينفصلوا، اول ازمه بتحصل ما يقفوش فيها جنب بعض. شفنا نماذج كتير لسيدات وكمان لرجاله واقفين جنب يعني مراتاتهم وزوجاتهم، ونفس الفكره سيدات واقفين جنب جوازاتهم. شفنا ستة اتبرعت بفص من كبدها، شفنا نموذج زيك يا حاجه اميمه. يعني بنشكرك ليكي الحاجه اميمه، كل الشكر للحاج فتحي هنداوي شاهين.